تغير للمباراة هذا دون شك. الأسيك هو من تغير، لكن الترجي إلى حد الآن كما أشرنا فشل في الوصول إلى مرمى هذا الفريق المجتهد إذا صح التعبير. مشاكل عديدة في الترجي اليوم. أولا جهة اليمنى مش موجودة، لساس ولا محمد علي. الغريب أن لاعبين الترجي تحت ضغط ما عندهمش إمكانية باش يلقاو الحل. ولهنا قوة أسيك. أنا في الثنائيات الكل هما فازوا بها. دائما لاعب الترجي يخسر الكرة بسرعة لما يضغطوا عليه. ومش معقول أنت تنتظر أنه فريق باش يضغط عليك ما يعطيكش فرصة باش تلعب. إذا لاعب ما يعرفش يلعب تحت ضغط ماذا يفعل؟ يعني أنت تلعب في الترجي نادي تونسي. اليوم الشعلالي بعيد. طبيعي الشعلالي راجع من إصابة ما لعبش كثير. بالنسبة لي أنا اليوم خارج الموضوع. والطقس مش يتعبوا أكثر. إتقاع متوسط. الوحيد في وسط الميدان هو أولو. المدافعين على الأطراف خصوصا محمد بن علي. بن علي يعني اليوم ما قدم ولا شيء لا من الدفاع ومن الناحية الهجومية. المشكلة أخرى أن ساس غريب. ساس اليوم غايب على المباراة. غايب على المباراة. يحبوا يلعب مع رودريغيز. ما تقدرش تلعب مع رودريغيز اليوم. لأن هذا كان لاعب من وسط الميدان. ما تقدرش تلعب مع رودريغيز. كل كرة يفك كرة بسهولة. القوة نتاعهم القوة البدنية ولهنا الأكاديمية. هما ما عندهمش لاعبين كبار فنيا لكن متعلمين الكرة على أسس صحيحة. نشوف المدافعين نتاعهم حتى وسط البدنية ما عندكش فرصة باش تلعب. مساحات ضيقة. إذا أنت ما عندكش فنيا ما عندكش إمكانيات تخسر الكرة بسرعة. وهذا اللي شفناه في الترجي الرياضي التونسي. تحس أنه الترجي اليوم عاجز باش يخلص المرمى. عاجز. مش أنه اليوم عنده مشكلة في لاعب أو عاجز باش يخلص المرمى. بسبب الضغط المتواصل على وسط الميدان والمهاجمين. وهنا ما خلى الترجي ما خلقش فرص الا من خطا من مدافع اللي رودريغيز. والمريح يعني اعطاه كان مش يعطي معناتها كادو كبير للمهاجم كان ممكن يسجل منها هدف. ولهذا بالنسبه لي انا تحس ان خايف على الترجي اليوم. خايف على الترجي لان ولا لاعب لقى الحل. من تلعب في الترجي ما تلقاش الحل تحت ضغط باش يعطيك المساحه باش تلعب. لا هذه دوري ابطال تلعب ضد لاسيك وتلعب ضد فريق قوي. اليوم الترجي عجز ما خلقش ولا فرصه. خسر كثير من الكرات في وسط الميدان. جاء اليوم مش موجود. ساس مش موجود. هذا تاثيره كبير على الفريق. ثم مش لاعب الحارس المرمى. حارس المرمى شاهدناه ولهنا المدرب وين يمشي. هذه كابتن عفوا على المقاطعه ابرز فرصه للترجي في هذا الشوط الاول. كان جاء سريع كان هو مشى للمرمى. هو مو سريع. لو كان جاء سريع يمشي للمرمى وينتظر ممكن يراوغ ومر زملائه. لكن هو تفكيره اكثر في المرمى. يحب يسدد يحب يراوغ ويسدد. ومن بعدها جت عمليه مريح. ولهذا بالنسبه لي انا اليوم انا نحس انه الترجي لاقي صعوبات كبيره. تحس انه الترجي لاعبين خصوصا من الناحيه الفنيه ما لقاوش الحلول. جماعيا مش موجود وعديد اللاعبين غابوا. لما جماعيا مش موجود لان يعني عديد اللاعبين مش حاضرين. صعب انك تحكم على الفريق من ناحيه الجماهير لانه ساس مش موجود. الشعلالي مش موجود. اتقام مش موجود. حتى بوقره الجهه اليمنى محمد علي. ولهذا انا خايف على الترجي ان شاء الله في الشوط الثاني يلقى الحل المدرب في يقوم بتغييرات. لان بالنسبه لي انا الشعلالي لازم يخرج لانه ما عندوش امكانيه باش يلعب 90 دقيقه. وشاهدته في الشوط الاول لاقي صعوبات كبيره من ناحيه البدنيه. هل تعتقد انه الرطوبه التي دائما ما اللاعب الشمال افريقي يعاني منها قد تكون سبب في هذا الشوط الباهت للترجي؟ اكيد. انا لعبت في الاجواء دي واعلم تماما. ما تكون درجه الحراره 28 ورطوبه 80% يعني اكنك بتلعب في درجه حراره 35 36 على طول رغم ما فيش شمس. ما حالك بقى لو كان في شمس ومباراه تلعب في النهار. عشان كده توزيع المجهود مهم جدا في الشوط الثاني. الترجي بدا المباراه بشكل جيد. اول 10 دقائق ربع ساعه كان ضغط عالي على فريق اسك. كان مستحوذ على الكوره وكان بيلعب بشكل مميز. بعد كده ابتدى فريق اسك يخرج من مناطق الخلفيه وابتدى يشارك في الهجمات. الترجي فيه مستين النهارده في مباراه النهارده. اولا ارضيه الملعب نعم نتيجه الشوط الاول قد تؤثر كابتن ذهنيا على لاعبي الترجي بحكم الخبره بحكم انه الجميع يرى ان هذا المنافس في المتناول. الان بدا انه منافس خصم. ما هي الحلول المتوفره؟ ماذا يجب على كاردوزو ان يغير؟ لو لاحظت لاسيك البدايه نتاعها كان في الدفاع ومن بعد تقدم اكثر من بعد ضغط على الترجي في المناطق نتاعه خصوصا لما. وهذا واضح ان المدرب عطيهم تعليمات. لما توصل الحارس المرمى يضغط على الترجي يضغط على حارس المرمى. لان يعني شاهدنا
هذا واضح انه اعطاهم تعليم تدوس حارس المرمى تخرجوا على الفريق الترجي على المدافعين. وحتى الترجي غير سريع في بناء الهجمه. ثم بالنسبه لي انا الضغط، وهذا ممكن المدرب، وهذا واضح انه تعليمات المدرب، ان ولا لاعب الترجي سلم كور على راحته، دائما هناك ضغط عليه. صحيح. بلاعب او لاعبين. ثم العنف والقوه البدنيه، دائما لاعبي الترجي في الثنائيه يخسروا الكره، وهذا تاثيره كبير على الفريق من ناحيه الجماعيه. يعني صعب انك توصل الى المرمى اذا تقصي الكره في كل ثنائيه تقصي الكره، هذا اللي شاهدناه. ثم بالنسبه لي انا الجهه اليمنى الترجي مش موجوده اليوم، لا ساس ولا بوغرا، ومحمد بن محمد علي اليمنى مش موجود، محمد علي ولا مره مشى للخط، ساس ولا مره ساس مش موجود 45 دقيقه الاولى. ولهذا عامل الطقس تاثيره كبير على الفريق. صحيح عامل الطقس، لكن على الاقل فنيا لاعبين جيدين. وقتاش نقول لاعب جيد؟ لما تحت ضغط يلقى الحل، يلعب لمسه واحده، مراوغه، تقطيع الكره، تلقى الحل. لكن اللاعبين ترجي ولا واحد يلقى. لازم يغير بين الشوطين، لان عامل طقس باش يلعب دور كبير. مباراه ليس بسهله، خذا ثقه في نفسه الفريق، ولا يخرج اكثر ولا يضغط اكثر، حس انه الترجي مش في احسن حالاته. ولهذا بالنسبه لي انا ان شاء الله المدرب يقوم بتغييرات في الشوط الثاني يعطيه نجاحات كبيره خصوصا الفريق من ناحية الهجومية. الترجي مشاهدين في المربع الذهبي لدوري ابطال افريقيا، ركلات الحظ الترجيحيه انصفت الفريق التونسي بعد تالق الحارس مميش بتصديه لركلتين، وايضا تسجيل كل من مرياح بوشنيبه قه توغاي لاربع ركلات بطريقه جيده. الترجي مشاهدين في نصف النهائي. فرحة كبيرة لعناصر الترجي الرياضية التونسي مشاهدينا بعد هذا التأهل، والزغروتة التونسية متواجدة أيضا العيد عيدين عند أنصار المكشخة. الحمد لله. الحمد لله. مبروك. الحمد لله. الله يبارك فيك. مبروك يا كابتن. يبارك فيك. الحمد لله. لأن تعبنا، احنا تعبنا، كنت مقلق. بالك بالك اللاعب تعبنا. الأداء كان يخوف. تعبنا تعبنا كثير بصراحة، الأداء كان يخوف، المباراة كانت صعبة، اللاعبين تحسوا ما عادش يأمنوا لأنفسهم في المباراة، ننتظروا حتى احنا ولينا ننتظر في ركلات الترجيح. الحمد لله عندنا حارس شاب، حارس مستقبل الكره التونسيه، كان في الموعد لانه مساهل دور ربع النهائي. حارس اصغر لاعب هو اللي كان وراء الترشح، اصغر لاعب في الترجي هو كان وراء الترشح. حتى اللاعبين ممتازين بطريقه جيده، حتى اللاعبين ممتازين في التسديد بصراحه. ممكن تحضير هام جدا بالنسبه لركلات الترجيح، المدرب اللاعبين الكل سدوا تسديدات جيدة، لكن الحارس كان في الموعد وانقذنا وانقذ الفريق، ترشحنا الدور نصف النهائي. ان شاء الله المدرب واللاعبين يتفرجوا في المباراة هذه عديد المرات، يشوفوا الاخطاء نتاعهم، يشوفوا وين يمكن مازال لازم يتحسنوا ويتطوروا، خصوصا من الناحية البدنية، لان اليوم الفارق الكبير مش فنيا ولا تكتيكيا، اليوم بدنيا. تحس هما غلبونا بدنيا، قتلونا بدنيا، يعني في المعركة كل دائما ولا لاعب من الترجي ربح المعركة الثنائية دائما. وأعتقد أن واضح فنيا بالنسبة لي أنا، هذا ما نلومش على المدرب من ناحية الفنية، اللاعب لما يلعب تحت ضغط ما يلقاش الحل، هذه مشكلة كبيرة من اللاعب ليس من المدرب، يعني طلب فنيات، طلب إمكانيات. 10 نلعبوا 10 ضد 10، لو هناك محاصرة وأنت ما تلقاش الحل، ما تكونش قوي في التغطية، ما تكونش قوي فنيا، تعرفش تراوغ، تعرفش معناتها تغطي على كورتك، وهذا اللي نوم شاهدناه في الترجي. أكثر الكورات خسروها في المعركة هذه، وهذا مش معقول. فريق الترجي يحب يلعب الأدوار الأولى، لازم يكونوا أفضل، لازم يكونوا أفضل. ولهذا اليوم العديد معناتها أشياء لازم المدرب يحسنها، ولازم اللاعبين زاد يلقوا الحل. يعني أساس لا أساس لاعب برازيلي وفنيا ممتاز، لكن اليوم ما لقاش الحلول. اليوم غايلان طبيعي، غايلان راجع من اصابه وما لعبش كثير مباريات. بوغرا زاد ماهوش بوغرا اللي شاهدناه في المباراه لما دخل وسط الميدان، كان دون المستوى. محمد علي واضح اليوم انا بوشنيبه افضل بكثير من محمد علي. اليوم بوشنيبه لما دخل كان افضل، حتى ضربه الجزاء نتاعو كانت جيده. الدفاع احنا
الاخطاء احنا نعطيه معناتها للمنافس هدايا، وهذه مشكله. وخصوصا المريح، مش معقول المريح في كل مباراه يهدي، في كل مباراه يهدي، مش معقول. من لاعب كبير نعتبروه لاعب كبير، مدافع كبير، مدافع خبره لو صغير ويخطا اوكي، لكن هو دي كبير، وهذه دور ربع نهائي، يعني خطا تخلص كاش، كان ممكن نخسره اليوم هذا. ولهذا في اشياء لازم يحسنها المدرب، لازم معناتها يطورها، ولازم اللاعبين زادا يتحسنوا اكثر. صحيح ان البطوله نتاعنا واضح ضعيفه بدنيا، اليوم البطوله ما زالت ما رجعتش في تونس، رمضان ما لعبنا الا مباراه واحده تقريبا ضد الافريقي، الريتم تاع المباريات ضعيف في الدوري التونسي، لازم يتحسن الاداء ولازم نلقاو حلول اكثر، خصوصا ان ميلودي سانداوز يختلف كثير على الفريق هذايا من ناحية الكل الفنيه والبدنيه. ان شاء الله الفوز هذايا ما تعطي ثقه كبيره للاعبين في قادم الايام، ان شاء الله يرجع الدوري، وان شاء الله نساو المباراه هذه. لكن المدرب ما يلزموش ينسى المباراه دوناش، لازم معناتها يقرا المباراه كما ينبغي حتى اللاعبين. انا اليوم لو لاحظوا وشوفوا اللاعبين المباراه، يعني اللاعبين يخسروا الكره بسهوله ضد فريق بالنسبه لي ساك، صحيح بدنيا قوي لكن فنيا امكانياته محدوده جدا، اللاعبين ما عندهمش هجوم. صحيح، لهذا اليوم المهم تحقق، المهم تحقق ان شاء الله معناتها في قادم الايام نكونوا افضل ونحضروا كما ينبغي، لان في شهر في اخر شهر افريل باش نلعبوا ضد ميلودي سانداوز، يعني قريب جدا، ولهذا نتمنى ان نكونوا في المستوى وحاضرين وجاهزين ان شاء الله. اذا المهم تحقق، ساعود اليك كابتن هيثم في انتظار تحسن عدد من الامور، والوقت متوفر امام المدرب كاردوزو لفعل ذلك. الترجي التونسي مشاهدينا ضرب موعدا في نصف النهائي مع ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، مباراه ستكون قويه جدا. كابتن، قد لنوم على الترجي انه لم يوفق على المستوى الهجومي، في 180 دقيقه لم يسجل اهداف، لم يتحكم خصوصا في المباراه في الاياب، لكن وجب أيضا أن نعترف أن كرة القدم الأفريقية والأندية الأفريقية تطورت بشكل كبير، حتى وإن لم تكن الإمكانيات كبيرة والمحترفين على أعلى مستوى بدون شك. ولكن دعنا نعترف برضو أن أفريقيا والبطولات الأفريقية في الثمانينات والتسعينيات القرن الماضي كانت أصعب، أيام كابتن طارق كانت أصعب وأصعب، لأن كان كل الناس بتلعب في أفريقيا. دلوقتي اللي بي 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 يعني بيبدي كفاءة بيروح على أوروبا على طول، يعني حد يسجل هدفين ثلاثة تبص لي على طول الأندية الأوروبية بتلهى ثراؤه. فمعنى كده أن الأندية الأفريقية مش زي زمان، زمان كانت أقوى بكتير. ولكن دعنا نعترف أن مع دخول عنصر الأموال ممكن تستعين بمحترفين في الخارج، بنشوف في محترفين من أوروبا، في محترفين من أمريكا الجنوبية، إنما على فريق الترجي أنه يعيد ملف المحترفين وخصوصا الأجانب، لأن هم ما يفيدوش الفريق بالشكل الكامل. النهاردة رودريجيز أهدر فرصتين مع اي مهاجم تاني كان المفروض الماتش يخلص، انما يحسب للحقيقه ميجيل كاردوزو ان هو اعد المباراه بشكل جيد، حتى وان كان فريق اسك تفوق عليه في اوقات كثيره من المباراه. انما لما اشوف سير ضربات الترجيح اعرف ان الفريق متدرب عليها، واعرف ان هو التغييرات كمان ما كانتش عشوائيه، لان في اثنين من اللي نزلوا سواء بوشنيبه او حسام هم من سدد ضربات ترجيح وسددها بشكل مميز، والاربع ضربات بتوع الترجي كانوا في غايه الروعه. طبعا الحارس امان الله هو نجم المباراه، وهو كان له دور رئيسي في تاهل الفريق الى المباراه النهائيه. المباراه كانت صعبه بدون شك، ولكن قادم اصعب، ده فريق قوي، فريق ماميلودي سان داونز، والاعداد له لابد يكون بشكل مثالي. انا اشوف ان فريق الترجي خرج المباراه بالشكل اللي هو عاوزه، واشوف ان كاردوزو اعاد صلابه دفاعيه للترجي لم اشاهدها من سنوات، ولكن احقاقا الحق على حساب النواحي الهجوميه. الترجي برضو كان قوي هجوميا، وكان بيسجل على الاقل في كل مباراه هدف واثنين وثلاثه، دلوقتي عمليه التسجيل اصبحت صعبه نوعا ما. عموما الاربع فرق اللي وصلوا الى السيمي فاينال يستحقوا الوصول الى السيمي فاينال، ولن نشاهد بطل جديد لان سبق ليهم التتويج من قبل، وعندنا في قبل النهائي 21 للترجي ولقب لماميلودي سان داونز. ورغم ان ماميلودي سان داونز هو اقل الفرق حصولا على هذه البطوله، ولكن كثير بيرشحوه لان هو اكثر فريق استقرار. صحيح، لان المشكله الترجي انا في المباراتين 180 دقيقه ما سجل ولا هدف، وما خلقش فرص، معناتها جات فرص من اخطاء، اخطاء دفاعيه ما خلقناش، ما لعبناش باش خلقنا فرص، وهذه مشكله. ولما تلعب على ارضك لازم تفوز،
الترجي عودنا لما يلعب على الارض يفوز. لو فزنا 1-0 في تونس كان تنتهي المباراه 0-0. صعب انه الترجي سجله مع فريق امكانياته محدوده من الناحيه الهجوميه. لكن المشكله ان لما تلعب على ارضك خسرنا امام ميلودي سان داونز لازم تاخذ معناتها تحقق على الاقل تفوز على ارضك وام جمهور، لان يعني في مباراه الاياب تكون صعب. شو اليوم قلنا ضد لاسيك ان الترجي عنده امكانيه الفوز بمباراه الاياب، اليوم مباراه الاياب اصعب من مباراه صحيح صعبه الترجي هذه تونس. لهذا دور نصف النهائي باش يكون صعب على الترجي، نعرفوها ميلودي سان داونز فريق كبير، فريق عنده امكانيات، لكن دائما 50-50. ان شاء الله الترجي يتحسن اهم شيء ان شاء الله، والوقت متوفر لكي يتحسن الترجي ويكون جاهزا، يكون جاهزا لمباراه النصف النهائي امام فريق قوي هو المتوج بالسوبر ليج في نسختها الاخيره. اذا اكتمل النصاب.